لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قادراً على الاستفادة من سهولة الوصول إلى جمهور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من حظره من منصة فيسبوك على مدار العامين المقبلين ومن تويتر بشكل دائم، حيث يستمر في تلقي الدعم من الحلفاء بما في ذلك أفراد أسرته الذين يساعدون في وصول رسائله إلى الملايين كل شهر. حصل أفراد عائلة ترامب بما في ذلك أزواج وزوجات أبنائه وبناته الثلاثة على أكثر من 6.3 مليون تفاعل على المنشورات ونحو 44 مليون مشاهدة على مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على فيسبوك خلال الشهر الماضي. سجل دونالد ترامب الابن في المتوسط أكثر من 7.6 مليون تفاعل على منشوراته كل شهر منذ مارس. تتضمن المشاركات التي نشرت على صفحة دونالد الابن خلال الأسبوع الماضي مقطع فيديو بعنوان هل ألقى والدي تلميحا كبيرا عن عام 2024؟ وخطاب والدي الأخير كرئيس رائع. وفقا لتحليل نشرته صحيفة نيويورك، فإن 11 من أصل 89 بيانا نشرها ترامب على الإنترنت منذ أن تم حظره من مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية قد اجتذبت العديد من الإعجابات أو المشاركات مشابهة للمعدل المتوسط الذي كان يحصل عليه قبل الحظر إن لم يكن أكثر. لقد تم حظر ترامب بشكل دائم من تويتر وتم تعليق حسابه على فيسبوك إلى أجل غير مسمى في الأيام التي أعقبت أحداث الشغب في 6 يناير في مبنى الكونغرس. عدل فيسبوك الأسبوع الماضي قرار حظره ليستمر لمدة 2 فقط بعد تعليقات مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك والذي انتقد تعليق ترامب إلى أجل غير مسمى، وستنظر المنصة في عودته في يناير من عام 2022.